من السودان نعود إلى بيروت، إذ لا تزال تتوالى الكثير من القصص الإنسانية بعد تفجير مرفأ بيروت، ما بين خسارة الأحباء والأقارب أو تدمير البيوت بشكل جزئي أو كلي، أو الصدمة النفسية التي عمت اللبنانيين بشكل عام. واليوم سنتحدث في فقرة أمهات عن الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما، وكيف يمكن التعامل معهم بهدف تعويضهم عن حالة الحرمان والنقص التي يشعرون بها. المزيد عن هذا الموضوع مع اختصاصية الطب النفسي لارا علقم مباشرة من عمان. صباح النور لارا. صباح الخير، أهلا. يعني بداية، هل يمكن أن نعتبر بأن ترك مساحة للطفل ليعبر فيها عن حزنه عبر البكاء هي طريقة صحية في التعبير عن المشاعر؟ نعم صحيح، هو لازم نعطي الطفل مجال ومساحة للتعبير عن حزنه بطريقته الخاصة، والبكاء يعتبر وسيلة صحية لتفريغ المشاعر، لهيك أنا ما بمنع الطفل أنه يبكي، بالعكس أنا بحسسه أني أنا حزينة معه ومشاركته حزنه وأنه بطمئنه، وما بسمعه كلام ممكن يأثر على مشاعره، مثل أنه إذا كان صبي نحكي له الرجال ما بتبكي، أو حرام أنك تبكي، أو أنه أنت عم تزعجنا في بكائك، أو نحكي له مسكين يا حرام بقطع القلب. نحاول نتجنب هاي الكلمات. هلأ إذا الحزن امتد وصار في عندي أعراض أخرى مثل الرغبة في الموت أو اللحاق في الميت، أو صار في خلل في النوم أو في شهية الطفل، أو تدهور شديد في أدائه المدرسي، هون بصير الموضوع بحاجة إلى استشارة أخصائي نفسي. طيب، الكثير من الأطفال قد يعمدون إلى الوحدة أو العزلة، خاصة بعد تيتم الطفل قد يتجهون نحو العزلة والانعزال والجلوس لوحدهم. هل يعتبر هذا تصرفا طبيعيا، وكيف يمكن التعامل معه؟ نعم، العزلة هي واردة، يعني بيلجأ الطفل للعزلة بعد وفاة أحد والديه أو كلاهما، لكن إحنا لازم نخرج الطفل من عزلته ونحاول نشغل وقته على قدر الإمكان في أنشطة أخرى، ما نخليه لخياله، لأنه خيال الأطفال في الطفولة خصب، ممكن خياله يؤديه إلى أفكار عن طريقة الموت أو كيف الموت تكون أسوأ من الواقع. لهيك بنحاول نطلعه من عزلته، نخلي أصدقائه حواليه، المدرسين اللي بحبهم يكونوا حواليه، الأقارب والمعارف اللي هو معتاد عليهم يكونوا حوالين، شجعه يرجع لأنشطته، يمارس هواياته، يرجع إلى اللعب للرسم، فما بنتركه في عزلته أكيد. طيب، هنا نتجه نحو تهيئة الطفل لأنه سينتقل إلى منزل ومحيط جديد، كيف نهيئ الطفل للانتقال إلى هذا الحيز الجديد؟ نعم، هو إحنا لا نفضل أن الطفل يغير منزله مباشرة بعد حادثة الوفاة، لأنه إحنا هو عنده حيصير تغيير للروتين، للأوجه، للمكان، وإضافة إلى الفقد اللي حاصل عنده أصلا. فإحنا إذا اضطرينا لتغيير المنزل يفضل أنه ننقله لمنزل أحد من الأقارب المألوفين واللي هو بيرتاح معهم لفترة انتقالية مؤقتة، طبعا ومع استعادة الروتين اليومي من أكل، شرب، نوم، مدرسة، يرجع للروتين الطبيعي. وطبعا أكيد لازم هذا المنزل يكون أسرة مستقرة أو آمنة للطفل. لارا، نسمع أن الكثير من الاختصاصيين النفسيين ينصحون بأن يعيش الطفل اليتيم كأي طفل طبيعي، يعني هل يجب التعامل معه بشكل متوازن؟ وما معنى متوازن هنا؟ نعم، يعني هو التعامل مع الطفل بيكون حسب المرحلة الحداد اللي بيمر فيها. المراحل الحداد هم ثلاثة، مرحلة الصدمة اللي بتتراوح ما بين الإنكار والغضب اللي بتمتد من ساعات لأيام، هاي المرحلة أنا كل ما بقدر أقدم للطفل هو اهتمام زائد، ما بعامله كطفل طبيعي، بعامله باهتمام زائد، وبحاول أحسسه أنه أطمئنه وأحسسه أنه الأمور حتكون بخير، بشرح له عن الموت بطريقة مبسطة، ما بحكي شغلات مش واقعية مثل أنه سافر ورح يتأخر أو طلع للسماء، لأنه الطفل بيربطها في شغلات فيما بعد ممكن تسبب له اضطرابات نفسية. ببسط له الكلام، بحسسه أنه إحنا بنشاركه في الحزن، بستخدم كلمات بسيطة حسب المرحلة العمرية للطفل. هذا في مرحلة الصدمة. هلأ في المرحلة اللي بتليها مرحلة الحزن اللي هي بتاخد أسبوعين تقريبا، برضو هنا الرعاية والاهتمام المضاعف لابد مع الطفل.
لما يطلع من مرحلة الحزن اللي هي بتاخد لها أسبوعين تقريبا، هون ببلش مرحلة التأقلم اللي هي المرحلة الثالثة. إذا بلش الطفل يطلع من الحزن، ببلش أخفف الاهتمام الزائد تدريجيا لأعطي فرصة للطفل أنه يتأقلم. وبعد ما يتأقلم الطفل بسحب الاهتمام الزائد وبعامله كطفل طبيعي. هلأ في بعض الأطفال ممكن يدخلوا في حداد مرضي وما يتأقلموا خلال الستة أشهر، وممكن يدخلوا في اكتئاب سريري، هون بده أيضا تقييم طبيب نفسي. طيب في حال الخطأ، يعني الطفل قد فقد ولي أمره إن كان أم أو أب، كيف نتعامل مع الطفل عندما يخطئ، الطفل اليتيم عندما يخطئ؟ نعم، هلا هو حسب المرحلة العمرية يكون التعامل مع الطفل اليتيم إذا أخطأ، لكن بالعادة المرحلة اللي هي بين 9 ل 12 سنة هم الأكثر بصير عندهم اختلاف في السلوك، لأنهم هم من 9 ل 12 سنة بيكون عندهم نوع من كبت المشاعر وبيظهروا القوة للأقران وللأقارب، فبصير يظهر مشاعرهم وحزنهم على شكل سلوكيات مثل العنف، التمرد، تدهور في السلوك. طبعا احنا ما بنعاقب، هي اهم شيء، بالعكس احنا بنركز على نقاط القوه عند الطفل وبنشجعه على السلوك الايجابي وبنعززه، بنعزز ثقته بنفسه، بنحاول نشاركه بمهام اذا كان في مجال اني اشاركه في شغله يتحمل مسؤوليه، هذا شيء كويس بيكون. ايضا المدرسين لهم دور في انه يشوفوا سلوك الطالب ويعني يناقشوه في هذا السلوك ويتحدثوا معه اكثر. يعني هنا هذه النقطة تقودنا للسؤال التالي، هل يجب تبليغ المدرسة بالوضع الجديد؟ وما هي الإرشادات ونقط التعامل التي يجب أن تتبعها المدرسة مع الطفل؟ تمام، طبعا لازم نبلغ المدرسة في حالة الوفاة للطفل، أو لازم قبل ما يرجع الطفل على المدرسة أبلغ المدرسين وأبلغ المرشد النفسي للطفل، لأنه طبعا لهم دور كبير في دعم الطفل النفسي، وكمان هم يعني تربويين قبل أن ما يكونوا يعني تعليميين، هو المدرس تربوي دوره أكبر، فهو بيساهم في دعم الطفل نفسيا، بيراقب سلوكيات الطفل إذا صار فيها تغيير، بيشارك مع الأهل ضمن فريق بيشتغل الأهل مع المدرسين ليطلعوا الطفل من هاي المرحلة. فنعم لازم تبليغ المدرسة. طب يعني ختاما، كيف لنا ان نركز على جو المرح عندما نتحدث بان الطفل يجب ان يخرج من دائره الحزن ومن دائره الانكماش والعزله ليتجه الى المرح، كيف نزيد من نسبه المرح في حياه الطفل؟ هل هي عبر الالعاب؟ هل هي عبر الكتب؟ نعم، في البدايه قبل ما نرجعه للعب والرسم والعزف بدنا نرجع الروتين اليومي للطفل، لانه هذا اساسي، لانه اي خلل في الروتين بيوتر الطفل اكثر. فلا بنرجعه اول شيء للروتين اليومي من مدرسه، من نوم، من اكل، بعديها بنبلش نشجعه على ممارسه هوايات جديده، نشجعه على اللعب، على الرسم، على الرقص، الغنى، يوجد هوايه جديده ما كان موجوده عنده اصلا. بنشجع حياته كمان الاجتماعية، بنفعلها من جهة الأقارب أو من جهة زملائه ومن جهة المدرسين، فبنشجع الحياة الاجتماعية ومنفعلها أكثر. الاختصاصية في الطب النفسي ومعالجة الإدمان دارا علقم، شكرا جزيلا لك، حدثتنا من الأردن. شكرا لكم. شكرا مشاهدينا محطتنا الرياضية اليوم، بعد هذا الفاصل انتظرونا.